لما أخد فلوس من جوزي من غير ما يعرف، بهدف أني أحوش وأدخل جمعية، ده حرام؟ مع العلم أني سألت أب اعترافي وما جاوبش إجابة قاطعة. طب أنا هسألك سؤال، لو أنت بتسلكي 200 جنيه من جيبه وفاكرة أنه هو نايم ومش شايفك وراح فتح النور وقالك بتعملي إيه، هتجاوبي تقولي لي إيه؟ لو أنت تقولي أنا ولا حاجة، أنا باخد الفلوس دي عشان بعمل جمعية من وراك، تقدري تقولي كده؟ أنا كنت بدور على منديل، أي حاجة هتلاقي نفسك بقى. فبصوا، أنا في رأيي هو يظهر فيه طبع، لأن دي خطية شائعة قوي هنا في النص ده، أنتوا واخدين بالكم في خطية شائعة قوي. يعني وتيجي الست عاوزة تقنعني تقولي أمام الله ما بصرف منها، باكل بان على نفسي، باكل بان ما بجيبهوش، كله للتحويش. يظهر الست لما تتجوز إحساس بعدم الأمان بيبقى عالي عندها، فعامل زي القطة اللي أنتوا خايفين، القطة اللي هي عينيها مش في راسها دي، عايزة تجيب بضوافرها أي حاجة ممكن. بس أنا هقول حاجة، لو أنت قلت له، يعني في واحدة بتعترف عندي كده، قلت لها طب أنت قايله لي، قولي له حاجة، قولي بقول لك إيه، أي فكة بتسيبها أنا بقشها، قولها له بهزر، قولي له أنا الفاكيوم بتاع البيت ده، أنا اللي بقش. لو هو ضحك وقال لك أنا عارف وقال لك مفيش مشكلة، قش بس قش في المعقول يعني. مدام هو عارف وسامح وبيقولها بضحك، يعني بقت عنده المعلومة. بس اوعي تتطوري بقى في المواضيع، يعني خلينا في الحدود اللي انت قلتي، الفكة الخفيفة دي، جنيه، 5 جنيه، 3 جنيه، حاجة زي كده. فلو هو موافق وتقولي بص انا هقول لك حاجة، الحاجات اللي انت ما بتاخدش بالك منها انا بلمها، او انا بقص في مصروف البيت واطلع حاجة اعمل بيه جمعية، لو هو فرحان بكده انك انت بتحوش من رئيس، اوكي. لكن الفعل في حد ذاته سرقة، الفعل في حد ذاته ايه؟ سرقة. اذا هو وافق عليها بهزار اتز اوكي، لان كون انه وافق معناه ايه؟ ما بقتش سرقة. معايا ولا مش معايا؟ لكن لو من وراه لا، تبقى سرقة.